مرة واحد من الدعاة ذهب مرة إلى كان عندهم مسجد يبنونه وبقي شيء من هذا المسجد يعني يحتاجون تبرعا فقال يا جماعة من قال والله في فلان تاجر لكنه إنسان فاسق إنسان لا يحب المسجد ولا الدعاة ولا الأئمة ولا وهو يحارب هذا المسجد ولا يريد أن يبنى في حارته ما يريد يسمع الأذان قال إني ذاهب إليه أطلب منه تبرعاً قالوا يتبرع لك هذا ممكن يتبرع لي إنشاء مرقص يتبرع لي إنشاء مكان محرم أما يتبرع لي مسجد هذا اغسل يدك قال يا أخي أنا ألقي دلوي مع الدلاء أرمي سنارتي يمكن الله يرزقني فمضى وطرق عليه الباب فتح له الخادم وين أين يعني صاحب البيت وكذا دخل قال إمام المسجد يريدك قال قل له ما هو موجود فأصر عليهم إلا تطلع لي ويضرب لحد ما طلع له وهو غضبان ايش تبغى ماذا تريد قال والله الله يحفظك مساك الله بالخير كيف حالك حنا والله قال طيب اخلص عليه ماذا تريد ايش تبغى صلاة انا اصلي يعني انا لازم اصلي عندكم مساجد كثير ظن انه سينصح ليش ما تصلي معنا فقال لا والله بس عندنا المسجد يعني احنا بنغير الفرش ونحتاج لك ونحتاج والله لا نزل نحتاج الى الى تبرعات فنريدك جزاك الله خير تتبرع لنا قال ها اتبرع المسجد اللي ينبني في الحارة عندي الآن أنا مزعجني المسجد اللي في الحارة الثانية وتريد أكمل هالمسجد اللي في الحارة قال والله جزاك الله خير وأنت إن شاء الله راعي خير فهذا الغني وضع يدك كذا على جيبه وقال طيب افتح يدك ففتح الشيخ يده مد يده ظن أن الرجال بيطلع يعني عشرة آلاف عشرين ألف يمشون حالهم بها فإذا بهذا التاجر يبصق في يده فمسحها الشيخ في صدره وقال هذه في وجهي وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها قال هذه لوجهي البصقة لكن هذه لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما سبحان الله يعني صب عليه ماء باردا أو, أو شبك فيه كهرب انتفض من هالكهرب انتفض وجلس يعني وقت حتى يستوعب الكلمه هالغني توفيق من الله وضبط للنفس ثم قال استغفر الله اول مره في حياتي استغفر الظاهر من اربعين سنه استغفر الله استغفر الله أستغفر الله. أسجع استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم قال تفضل يا شيخ الحين صرت شيخ والله جيد <applause> ودخل الشيخ وضع له ضيافه قال كم بقي عليكم بس في المسجد قال والله كثير احنا نبغى منك عشر ألاف قال كم من اللي بقي قال بقي علينا مئة وستين ألف قال هذا شيك مئة وستين ألف وأي شيء تحتاجونه يقول أصبح الرجل من عمار المسجد شوف يا جماعة الذي يوفق حقيقة فعلا لاستعمال مثل هذه الأساليب الرفيقة اللينة المؤثرة ولا ينتصر لنفسه لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما قال أدعو إلى نفسي لا أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو إلى الله أنا أريدكم أن تطيعوا الله أنا أريدكم أن تعظموا الله لا تعظموني أنا أنا أريدكم أن تحبوا الله ليس تحبوني أنا أنا أريدكم أن تقبلوا على الله لا تقبلوا علي أنا المقصود الأعظم هو الله فإن تفضل الله وتكرم علي ووضع لي قبولاً بينكم فهو فضل من الله تعالى ومنه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أقاربي قارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق لأن التعب هو نصح الناس وتوجيه فله حق أن يكرم ويكرم أقاربه